موجز لأهم الأخبار الرياضية محلياً وعالمياً. النادي الأهلي توج ببطولة السوبر المصري رقم 15 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة اللي جمعتهم على ملعب محمد بن زايد. اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر المصري اللي جمعت فريقه أمام الزمالك بملعب محمد بن زايد بالإمارات. كمان حقق فريق بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي سيراميكا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة اللي جمعتهم على استاد آل نهيان. اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك حصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري. كمان حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على لقب أفضل حارس خلال منافسات البطولة. حصل محمد طاهر على لقب هداف كأس السوبر المصري. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بشكل رسمي اعلن عن قائمة الاندية المرشحة لجائزة افضل نادي في افريقيا خلال هذا الموسم. تصدر الاهلي والزمالك قائمة المرشحين للفوز بالجائزة. كمان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024. تصدر الثلاثي المصري أحمد سيد زيزو ونجم الزمالك وثنائي الأهلي حسين الشحات والحارس مصطفى شوبير قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية. كمان تصدر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والبرتغالي جوزيه جوميزا مدرب الزمالك قائمة الترشيحات لأفضل مدرب في قارة أفريقيا اللي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعادل مع فريق فنربخشة التركي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2024-2025. يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز 21 في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتواجد فريق فنربخشة التركي في المركز 14 في ترتيب مجموعة الدوري الأوروبي برصيد 5 نقاط. فريق إنتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه الدوري المصري عمر مرموش فاز على فريق ريجاز فوتبولا سكولا من لاتفيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي. بيحتل إنتراخت فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يتواجد فريق ريجاز فوتبولا سكولا من لاتفيا في المركز 30 برصيد 1 نقطة.